لم يكن هذا المشهد من صناعة استوديوهات السينما العالمية. هذه الصورة لخصت المعنى الحقيقي لإنقاذ الأرواح البشرية. شكل السادس من شباط الماضي بداية تاريخ مأساوي. مع ساعات فجر ذلك اليوم ضرب سوريا وتركيا زلزالان مدمران. الزلزال الثاني، يا الله. في تلك اللحظات بدأت الكارثة فعلياً، وبدأت معها محاولات رفع أنقاض المباني المدمرة والبحث عن ناجين. قصص مأساوية لخصت حجم المصاب في جميع البقاع المزلزلة. مدن وقرى وأحياء دمرت بالكامل، وتغيرت تضاريسها وملامحها. منذ ذلك الحين كانت وما زالت كارثة الزلزال الحدث الأكبر حول العالم، لا سيما لدى السوريين والأتراك الذين يعيشون شعور الترقب الدائم لمعرفة أخبار الهزات الحاصلة أو المتوقعة، ويغوصون يوميا في تفاصيل الكارثة ليستوعبوا ما حدث. تخطت أعداد الضحايا 50,000 في سوريا وتركيا، بينهم ما يقارب 8,000 من السوريين في الداخل والخارج، عدا عن المصابين والمفقودين والمشردين. كما تسببت الكارثة بدمار مئات آلاف المباني في البلدين، بينهم 10,000 مبنى في شمال غرب سوريا بحسب مصدر الأمم المتحدة. قدر البنك الدولي الأضرار المباشرة للزلزال في سوريا وحدها بنحو 5.1 مليار دولار، وأكثر من 34 مليار دولار في تركيا. وفي تلك الفترة سجلت المنطقة أكثر من 13,000 زلزال وهزة أرضية ارتدادية. سيبقى زلزال شباط تاريخاً جديداً للسوريين والأتراك بلا شك، خاصة وأنه الكارثة الأكثر منذ قرون بحسب خسائرها البشرية والمادية وانعكاسها السلبي على المنطقة وسكانها. هيك البابا، حكي يا بابا، الحمد لله على السلامة يا عمو، الحمد لله على السلامة يا عمو.